الأهلي بيرسل برقية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. جاء في نص البرقية كالتالي: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية طيبة وبعد، يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي بأصدق التهاني مصحوبة بأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد الذي قدمت فيه قواتنا المسلحة الباسلة أعظم التضحيات، وارتوت أرض الفيروز بأطهر الدماء، وجاد الرجال بأرواحهم فداء للوطن وفارا للكرامة الوطنية، وتحررت الأرض من دنس الاحتلال، وهي اليوم تشهد معركة البناء والتنمية، كما تسرع مصر الخطى من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. وانتهز هذه المناسبة الطيبة لأعرب لكم عن تقديرنا لكم ولكل جهد مخلص تبذلونه سيادة الرئيس من أجل رفعة وطننا، ونفخر بحجم الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد تحت إدارتكم الحكيمة. تمنياتي لكم بوافر الصحة ولمصرنا الغالية كل تقدير وازدهار. محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. ده كان نص برقية أرسلها مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة برئاسة كابتن محمود الخطيب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. 20 لاعب في معسكر الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري. كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي اعلن عن قائمه بتضم 20 لاعب: شريف اكرامي وعلي لطفي وسليف كولوبالي وهشام محمد واسلام محارب وصبري الرحيل واحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد سليمان وايمن اشرف واحمد علاء ومروان محسن ومحمد شريف واحمد فتحي ومحمد هاني وناصر ماهر واحمد حمدي وكريم ندفت واكرم توفيق واحمد ياسر. كده يبقى مش موجود وليد ازار ومش موجود صلاح محسن ومش موجود عمرو السوليه ومش موجود حسام عاشور، وبيدخل احمد علاء القايمه كوافد جديد، مش موجود الشناوي. فمن خلال الرؤيه او المجموعه اللي موجوده ممكن الاهلي هيلعب بنفس الطريقه، لكن هنشوف بقى. يعني ممكن ناصر ماهر يبقى له مكانه من البدايه، صبري رحيل اكيد هيبقى له مكان من البدايه، ولا احمد علاء يتم الدفع بيه وايمن اشرف يروح باك ليفت. بكره هنشوف الدنيا ماشيه ازاي من خلال ملعب الاهلي. هنبدا معاكم ان شاء الرحمن الساعه 7 قبل المباراه بساعتين، المباراه هتبقى الساعه 9. احنا هنكون معاكم هنا ان شاء الرحمن في استوديو تحليلي لمباراه مهمه جدا، هي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري باذن الله. الشناوي بيغيب عن التدريبات الجماعيه زي ما قلت لكم، هو مش موجود في المباراه بكره، فاعتقد ان دي راحات بيديها كارتيرون لمجموعه من اللعيبه، وخصوصا اللعيبه اللي شاركت بشكل مستمر او عدد كبير جدا من المشاركات. ميدو جابر بيشارك في الفقره البدنيه للاعبي الاهلي، وده مقبول كويس، يعني خطوه كويسه، بدا يرجع من الاصابه. انتوا عارفين انه كان عنده شد في العضله الخلفيه، فكون انه هيبدا يشارك في التدريبات البدنيه الجماعيه للاهلي فدي حاجه مش وحشه، ناقص بقى التدريبات اللي هي خاصه بالكره، فان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه. حسام عاشور وصلاح محسن في الجيم، انت عارفين ان حسام عاشور كان بيشتكي من عضلات البطن، وصلاح محسن كان عنده اصابه في العضله الاماميه. اوكي. الاهلي بيضم عبد الرحمن رجب من كوم حماده. صرح كابتن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الاهلي على التعاقد مع عبد الرحمن رجب مدافع فريق كوم حماده وانتقال لصفوف الاهلي. ده من مواليد 99، وده برضو حاجه حلوه يعني، بالتنسيق مع اللجنه الفنيه بقياده كابتن علاء ميهوب والمهندس عادل القيم مستشار لجنه التعاقدات. دي حاجه حلوه بصراحه، يعني كونك ان انت بتبدا تفكر في المستقبل بالنسبه لك، ومن خلال التعاقدات مع لعيبه صغيره في السن، دي حاجه حلوه، دي حاجه ممتازه، دي حاجه بتاعت بكره، يعني 1.97، 1.99، 2000، يعني رؤيه كويسه. المهم ان اللعيب يكون خامه كويسه ويتصبر عليه ويدعك شويه وياخد من مدرسه الاهلي ومن اللعيبه بعض الحاجات اللي هي ممكن ما تبقاش حاجات فنيه، لكن يعني اقرب للحاجات اللي بتبني شخصيه، وده مهم جدا ان انت تبني شخصيه لاعب. يعني ممكن كتير جدا يجي لك لعيبه عندها مستويات حلوه جدا كقدرات فنيه، لكن او موهبه يعني، لكن العقليه ما تستحملش المكان اللي انت بتلعب فيه او المكان اللي انت انتقلت اليه. اوكي. النهارده كان في قرعه